أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
إلا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن الربوبية، معنى ربوبية الله سبحانه وتعالى. نتلو أيها الإخوة فيما نتلو كل يوم 12 مرة في صلواتنا فرائضها أو مفروضاتها ومسنوناتها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أضيف هذا الاسم الجليل الرب إلى العالمين، وأضيف إلى السماوات والأرض فهو رب السماوات ورب الأرض أيضا، وأضيف إلى العرش فهو رب العرش الكريم رب العرش العظيم، وأضيف إلى الأنبياء هو رب موسى وهارون وربي رب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ورب الأنبياء جميعا كما ورد في آيات كثيرة، وأضيف إلى كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهذا أعم الألفاظ، أعم الألفاظ لفظ شيء أيها الإخوة، لا يوجد لفظ أعم من هذا اللفظ، حتى أن أكثر العلماء قالوا الله سبحانه وتعالى يدخل فيه. الله يسمى شيئا لكن لا كالأشياء، لقوله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، إذا دخل قل الله، واحتج بها سيبويه رحمة الله تعالى عليه، لكن هو إيه؟ ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء. فكل شيء عدا الله سبحانه وتعالى مربوب لله، هو رب كل شيء، هو رب كل شيء. وأما أنه سبحانه وتعالى رب العالمين، فالعالمون جمع عالم بفتحه كف على وزن فاعل، على وزن فاعل، مثل طابع وخاتم. الطابع ما يطبع به الشيء، والخاتم ما يختم به الشيء، والعالم ما يعلم به الشيء. ما هو هذا الشيء المعلوم؟ الله، لأن هذا العالم علامة على موجده لا إله إلا هو. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كل آيات السماوات وكل آيات الأراضين نصبها الله سبحانه وتعالى علائم وأدلة إليه وعليه لا إله إلا هو، كما قال أبو العتاهية في بيته المشهور: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء، في كل شيء، وهذا معنى العالم، وهذا معنى العالم، ولكنه ليس عالما واحدا، إنما إيه؟ إنما هي عالمون، جمع عالم، عالمون لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. وما ورد في ذلك من آثار لا تعقد عليه الخناصر ولا يعول عليه، لا يعلم عدد العالمين إلا الله تبارك وتعالى. عوالم كثيرة جدا جدا، آفاقية وأنفسية وحية وجمادة، وعوالم العجموات، وعوالم مشهودة، وعوالم مغيبة أيها الإخوة، وعوالم أخبرنا عنها، وعوالم لم نخبر عنها أصلا، عوالم كثيرة، كما قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، يعني أذن لي أن أحدث عن ملك أن بين شحمة أذنه، ومعنى أذن لي أن هناك أشياء أخبر بها ولم يؤذن له إيش أن يحدثنا عنها، ولا يعتمد عليها أي نظام الدين، ولا يعتمد عليها نظام الدين، ليس أي من الضروري أن نعلمها، وربما عقولنا لا تطيقها، وربما تأدت بها إلى الإنكار، نجدف ونتزندق وننكر، كيف هذا غير معقول نقول؟ أشياء فوق العقل، أشياء كبيرة جدا ومهولة أيها الإخوة. أذن لي أن أحدث عن ملك أن بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. شوي مخيف، إيش الملك هذا؟ وفي حديث آخر أن لله ملكا
ملكا من الأملاك المخلوقة لله تبارك وتعالى، لو أمره سبحانه وتعالى أن يبتلع السماوات والأرض في لقمة لفعل، تسبيحه سبحانك أو سبحانك عفوا حيث كنت، رواه الطبراني والأول رواه أبو داود. يستطيع هذا الملك أن يلتقم السماوات السبع والأراضين السبع بلقمة واحدة، ملك لا إله إلا الله، أين يعيش هذا الملك؟ طبعا لا في السماوات ولا في الأرض، في شيء آخر، في عوالم أخرى غير عوالم السماوات وغير عوالم الأرض، لأن السماوات والأرض بالنسبة إليه لقمة بين أسنانه. إذن أين يعيش؟ إذن عوالم أخرى، رب العالمين. كل هذه العوالم هي مربوبة لله تبارك وتعالى، مربوبة لله تبارك وتعالى. ولذلك لا أرى يعني أنه من الصحيح أيها الإخوة أن يفسر العالمون هنا في هذه الآيات وأمثالها بعالمي الإنس والجن كالذي روى عن ابن عباس، ولا أظن يصح عنه أصلا، بل تروى عنه رواية أخرى أنه فسر العالمين بالخلق جميعا، وهذا هو الأشبه، هذا الأشبه بالحق، الأشبه بالصحيح. الله يقول العالمين. ولذلك لما سأل فرعون لعنة الله عليه موسى، قال أي فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين. كل هذا الخلق بإنسه وجنه وملائكته وعجماواته وما نعلم وما لا نعلم هو إيه؟ من العالمين، هو من العالمين. فلماذا يخص بالإيه؟ بالإنس والجن فقط؟ وبعضهم قال الإنس والجن والملائكة، يعني خصه بماذا؟ خصه بمن يعقل، خصه بمن يعقل، غير ظهر هذا، الآية لا تقول هذا، الآية لا تقول إيه؟ هذا. لماذا؟ لأنه رب كل شيء، يعقل أو لا يعقل، هو يقول هو رب كل شيء، لماذا تخصه بأنه رب إيه؟ ما يعقل فقط في هذه الآية، آية العالمين، لا، العالمون كل الأشياء المخلوقة لله تبارك وتعالى، فهو ربها لا إله إلا هو. أيها الإخوة والأخوات، أقرب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى للعبد هو هذا الاسم الرب، وهذا شيء عجيب، أبعد مسافة معنى بين مفهومين أو بين إيه؟ لفظين أو بين مصطلحين هي بين العبد والرب. كم بين الربوبية والعبودية؟ ما لا يعلمه إلا الله. ما بين العبد والرب؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ وأين العبد من الرب؟ فمسافة المعنى بين العبد والرب، بين العبودية والربوبية، أوسع مسافة معنى. لكن أقرب الأسماء إلى العبد أي اسم؟ الرب. غريب، لماذا؟ على قدر المربوبية من جهتك وعنوانها الفقر المطلق والاحتياج الكلي والضعف التام، والربوبية من جهته وعنوانها الغنى المطلق، أيها الإخوة، الغنى المطلق والقدرة الكلية والعلم الكلي إلى آخر هذه الصفات وهي مقتضيات الربوبية، لأجل إيه؟ لأجل ما في معنى الربوبية وما في معنى المربوبية. نعم، كان الرب أقرب شيء للعبد. فنحن أيها الإخوة، نحن ماذا؟ نحن رشح وجودي، وجودنا من رشح عطائه وكرمه لا إله إلا هو، هو الذي أوجدنا بكن فيكون. ثانيا، وبقاؤنا أيها الإخوة واستمدادنا من معين فضله وعطائه لا إله إلا هو، نحتاجه في كل طرفة عين. ولذلك أيها الإخوة، لو تأملتم آيات كتاب الله العزيز ماذا تجدون؟ تجدون أن أكثر اسم من أسماء الله يتكرر في موارد الإعلان بالفاقة والاحتياج والاستمداد هو اسم ماذا؟ الرب. يعني في الدعاء، اقرأوا آيات الدعاء، دعاء الأنبياء ودعاء الصالحين والصدقين ودعاء الناس أجمعين، كله ماذا؟ ربنا، ربي، ربنا، ربنا، كل آيات الدعاء تقريبا حتى لو صدرت إيش؟ اللهم، تتلوها إيش؟ الربوبية، قال اللهم ربنا، اللهم ربنا، ربنا اغفر لنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، ربنا لا تزغ قلوبنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اغفر لي ولوالدي، ربي 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 ربي. دائما هذا لسان العبودية أيها الإخوة، لاهج بماذا؟ بالربوبية لله تبارك وتعالى، والمربوبية تحت إيه؟ تحت سلطانه وقهره وتصرفه. فما معنى الرب إذن؟ ما معنى إيه؟ الرب. لذلك أيها الإخوة، لأن هذا الاسم المعظم الجليل، اسم الرب، أكثر ما يدعى به، بعض العارفين قال إنه هو اسم الله الأعظم،
الرب. وقد روى أبو بكر البزار عن أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نعم إن العبد إذا دعا فقال يا رب يا رب يا رب يا رب أربع مرار، في أحاديث أخرى ثلاث مرار كما عن عطاء بن عباس وغيره. المهم هنا أربع مرار في حديث البزار عن عائشة مرفوعا أربع مرات يا رب يا رب يا رب يا رب أربع مرات. قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى مباشرة. وفي حديث الطبراني حين جاءه عليه الصلاة وأفضل السلام قوم وشكوا إليه قحوط المطر وشكوا إليه قحوط المطر فقال لهم عليه الصلاة وأفضل السلام اجثوا على الركب، جثيا على الركب هكذا، اجثوا على ركبكم وارفعوا أيديكم وأشيروا إلى السماء بالسبابة وأقولوا يا رب يا رب تمطر. هذا هو عبد أنت قدر ما فيك من ضعف وذلة لابد أن تعترف له بالربوبية لا إله إلا هو، ولذلك هو أقرب الأسماء إليك سبحان الله، أقرب الأسماء على بعد ما بين إيش المعنى، شيء غريب شيء غريب جدا. ففعلوا هكذا، جثوا على ركبهم ورفعوا السبابة إلى السماء ودعوا فأمطروا حتى دعوا الله أن يكشف عنهم المطر، مطر شديد جدا كاد يغرقهم أطاف بهم، فدعوا الله أن يكشف عنهم هكذا قل يا رب. لكن لابد قبل أن تقول يا رب أن تعرف ما معنى الرب، ما معنى الرب، لابد أن تستحضر المعنى. هذه المشكلة يا إخواني، نحن ندعو ونتكلم لا نعقل ماذا نقول، أشياء تحفظناها منذ الصغر، أشياء تحفظناها يا الله يا رب يا عزيز يا كريم، وأحيانا نتحفظ الأشياء مسجوعة. وقد ورد عن كثير من الصحيحين العلماء أن الله لا يحب الدعاء الملحون، هذا الدعاء مثل الشعر كله الله لا يحب هذا، أدعو بما يفتح الله عليك، لا تحاول أن تحفظ حفظا وأن تعمل لي قصيدة الشعر بين يدي الله هكذا فسروا أو فسر بعضهم معنى العدوان العدوان في الدعاء لأن الله لا يحب المعتدين في الدعاء. ما الاعتداء؟ أن تلحن في الدعاء، تبدأ يعني تتفصحن وتتنمق. شو هذا؟ أنت فقير أو شاعر؟ إذا كنت فقيرا محتاجا لا تأتي بهذا الشعر بين يدي الله عز وجل. لذلك كان من دعاء الصالحين أحيانا اللهم اجعلنا لك صالحين، اللهم اجعلنا لك طيبين جيدين، هكذا يدعون. شوف طيب كويسين، يعني يا رب اجعلنا كويسين، يا رب اجعلنا طيبين، خير ما البساطة هذه، لكن من قلوب مش شعر قصائد شعر وبيان في المنابر، لا اللهم اجعلنا لك صالحين، اللهم اجعلنا لك طيبين، اللهم اجعلنا لك جيدين. حدثني أحد إخواني الهنود وهو رجل إن شاء الله حسبه من الناس الطيبين عن أحد أولياء الله المشاهير لديهم هناك في القارة الهندية، قال معروف، قال ولي من كبار أولياء الله وكرامته معروفة للناس يعني، ورجل ما شاء الله عليه سماء الصالحين وسلوكه هو سلوك الصالحين. قال فليلة القدر يبدو أنها كانت ليلة القدر وكان أي أم بنا يصلي قال والرجل أخذته رعدة شديدة جدا وبكاء وأرتج عليه، قال فعرفنا أنها ليلة القدر، لأن في بعض طبعا في بعض الآثار والأخبار أن من علائم ليلة القدر أن جبريل عليه السلام ينزل فيمسح بطرف جناحه قلوب المؤمنين اللي الله فتح عليهم وأكرمهم بشهود ليلة القدر، فإذا مسح جبريل جناح المؤمن المكرم بإذن الله أخذته الرعدة وسالت وهملت عيناه، فهذا الشيخ يصلي في المحراب وهكذا أخذته رعدة شديدة وجعل يبكي فبعضهم مسكين تعرف حرص في الصلاة صار يقول يا شيخ ادعوا لنا يا شيخ ادعوا لنا، قال نقول له هكذا قال فكأنهم انتبه قال يا مولانا لا تنسانا يا مولانا لا تنسانا، قال كانت هذه دعوته. وهذا شيء طيب جدا، مش حفظ لي كتاب مجلد دعاء حفظ قصيدة شعر بين يدي الله، لا لأنك محتاج فقير ادعو بما بما يخطره الله في قلبك، ادعو بحاجتك كما هي هكذا كل بساطة. النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله حتى الملح فإن الله يحب أن يسأل، قلوا يا رب ليس في بيت ملح أعطني يا رب، يا رب أنا محتاج كذا أعطني يا رب كذا، تطلب من ممن تطلب ممن تطلب مني منه منها من الله أنت محتاج يا الله في كل صغير وكبير في كل حقير وجليل حتى الملح حتى شزع النعل إذا انقطع اسأل الله أن يجبر مصابك هذا اسأل الله كذا، تعلم الربوبية. فما معنى الرب وما معنى الربوبية؟ الرب يا إخواني يا إخواتي في الأصدر في الأصل مصدر، الرب في الأصل لم يكن اسما، الرب في الأصل هو مصدر بعدين نقل إلى اسم الفاعل، في الأصل هو مصدر والفعل ربه،
رب فلان بعيره، رب فلان فلان ولده، رب يرب ربا، معناها الرب هذه رب يرب ربا، قتل يقتل قتلا. الرب مصدر، نعم مصدر، الرب مصدر بمعنى ماذا؟ التربية. ومعناه مثل إيش؟ مثل رباه يربيه تربية. بعضهم يقول تربية، لماذا؟ أنت تقول سماه يسميه تسمية أو تسمية؟ تسمية، تسمية الأنثى. الله قال لماذا هذا التفصحن عن غير علم؟ لا، تربية، رباه يربي، قال لك في شد عندهم، بيجيبوا لغة من عندهم، فكروا اللغة إيه؟ رباه يربيه تربية، سمى يسمي تسمية وليس تسمية، تسمية الأنثى. فرب يرب ربا، ورباه يربيه تربية، ورببه يرببه، رببه يرببه تربيبا. إذا لدينا ثلاثة مصادر، الرب والتربية والتربيب، من أفعال مختلفة، والمعنى في الأخير إيه؟ واحد، والمعنى واحد. ما هو معنى الرب؟ طبعا نقل هذا المصدر إلى إيه؟ إلى اسم الفاعل، فصرنا نستخدم الرب لا على أنه مصدر، وإنما على أنه ماذا؟ اسم فاعل. إذا نقول يا ربنا، الله هو الرب، رب السماوات والأراضين، رب العرش الكريم. ما معنى أنه رب؟ يعني مربي، اسم فاعل. إذن مربي اسم فاعل، فنقل من مصدرية إلى اسم إيه؟ إلى اسم الفاعل، فصرنا نستخدمه بمعنى إيه؟ اسم الفاعل. ومعنى إيه هذه المصادر الثلاثة أيها الإخوة؟ الرب والتربية والتربيب، هي التنشئة بتدرج أو تدريج، طورا فطورا، ومرحلة فمرحلة، ومرحلة فمرحلة. وهذا جوهر إيش؟ التربية. ولو تأملنا نجد أن الله تبارك وتعالى هو أعظم رب، ولذلك لا يطلق هذا الاسم أيها الإخوة بالمطلق من غير إضافة إلا على من؟ إلا على الله. إذا نقول هكذا، الرب، من هو الرب؟ الله. لكن في غير إيه؟ في غير إضافة أو من غير إضافة، كما قلنا لله، بالإضافة يصبح مشتركا بين الله وبين إيش؟ خلقه. نقول فلان رب المنزل، فلان رب الدار، فلان رب الإبل، رب السيارة، بالإضافة. لكن الرب هكذا الله. روى الإمام مسلم في صحيحه كان عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الرب وحدك لا شريك لك. هكذا النبي كان يشهد، ويشهد الله، يشهد الله على إيه؟ على هذا المعنى، على هذا المعتقد، أنك أنت إيه؟ الرب وحدك لا شريك لك، الرب وحدك. اللهم إني أشهد أن محمدا عبدك إيه؟ ورسولك. اللهم إني أشهد أن العباد كلهم إخوة. اللهم إني أشهد أن العباد كلهم إخوة. رواه مسلم، وعلى ما أذكر أيضا أبو داود في سننه. فالرب هكذا من غير إضافة لله تبارك وتعالى، ويضاف كما قلنا للسماوات والأراضين والعرش الكريم والعرش العظيم وللأنبياء وللبلد، رب البلد، رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وللبلد وللكعبة، رب الكعبة سبحانه وتعالى، وهو رب الناس، وهو رب كل شيء، وهو رب العالمين. فما من شيء إلا هو مربوب لله سبحانه وتعالى. هو الرب على الحقيقة لا بالمجاز، كل رب غيره بالإضافة أيضا هو رب مجازي، إلا الله هو رب على الحقيقة. لماذا؟ من الذي خلق؟ الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: إن ربكم الله الذي، من هو؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر، مخلوقة لله كلها، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله، آية عظيمة هذه من سورة الأعراف، هي الآية 54 من سورة الأعراف، هذه يتلوها الذاكرون كل مساء. لماذا؟ لأنها حرز من الشياطين والعفاريت والمرادات، آية مخيفة ثقيلة جدا جدا. هذه الذي يتلوها يستحضر معنى إيه؟ معنى ربوبية الله للكون كله بما ومن فيه، فكيف يكون للشياطين عليه سبيل وإليه إيه؟ طريق؟ ما فيه. فهذه يتلوها الذاكرون كل ليلة كما تعلمون، مكتوبة في كل كتب إيه؟ الأذكار، مهمة جدا، وهي أيضا من الآيات التي تتلى في أذن الذي إيش؟ مسه الشيطان. نأتي نقول بسم الله نستعيد وكذا، إن ربكم الله، أو ترتعد الشياطين منها طبعا. آية الربوبية، هذا كون لا يستطيع أن يلعب فيه كل أحد الدور الذي يريد، ما فيه إلا ما أذن الله به وسمح به وشاءه سبحانه وتعالى. فهذا إيه معنى إيه؟ الرب. كل شيء مربوب بمعنى مخلوق أولا، كل شيء مربوب بمعنى مخلوق لله،
مكون لله. ثانيا وهو يحتاج إلى الله تبارك وتعالى في إعداده وتهيئته وفي حشوه بالاستعدادات والقابليات. الله هو الذي يجعله كذلك، الله هو الذي يجعله كذلك. يحتاج إلى الله في العنو به ومتابعته وحفظه في سائر الأحوال والأزمان لكي يبقى ويدوم في الفترة التي ضرب الله له، أو إلى الغاية التي ضرب الله له سبحانه وتعالى، يحتاج إلى هذا. فهو أيضا مربوب، فهو أيضا مربوب. كل دوائر ربوبية غير الله المجازية كما قلنا هي محصورة جدا جدا. يعني دوائر نفوذ، دائرة نفوذ الأستاذ والشيخ والمعلم في التعليم فقط، يعني هو يربيك إيش فقط بهذا اللحاظ، لحاظ إيش تنمية القوى إيش العقلية والمدارك النفسانية فقط. هذا هو إيه دائرة نفوذه، هذه هي دائرة نفوذه. طيب مثلا الموظف أو يعني المسؤول عنك في دائرة إيش التوظيف فقط، والرقابة إيه في الوظيفة وإعطاء المعاش، هذا له رزق الله تبارك وتعالى لا يرزقه فقط. حتى السجان في إيش في المراقبة والتعذيب والنكال، دائرة محدودة جدا جدا. لكن وين الدائرة المطلقة في الربوبية؟ في كل شيء لله تبارك وتعالى، في كل شيء تحتاج، في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة. يربيك عز وجل بالنعم كما يربيك بالنقم طبعا. إذا عملت إيه يا مسلم يا عبد الله، إذا عملت ذنبا وخلفت عن أمري وشعرت بالنكد والضيق والكآبة والحصر، فهذه علامة خير إن شاء الله، وأمارة إيه وأمارة خير. لماذا؟ لماذا؟ هذه العلامة إشارة إلى أنه تاب عليك، فيريد أن يحملك على التوبة. عد تطهر من هذا الذنب وعد إليه. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ضاقت عليهم نفوسهم، ضاقت عليهم جلودهم، كرب كنف، يسميه العرب الكنف، كنف وكرب وشدة وبؤس وشقاء ونكد واكتئاب، وضاقت عليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. معنى ذلك هو لم يقل ثم تابوا فتاب عليهم هكذا، نحن لو قال لا تاب عليهم ليتوبوا، عجيب، هو تاب علي لكي يلجئني إلى التوبة. نعم، كيف ألجأني إلى التوبة؟ قال إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتريهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. يلجئك إلي إلجاء. طبعا ممكن مصيبة أكثر من هيك، أكثر من الكنض والكرب، ماذا؟ ينقص مالك، ينقص ولدك، ينقص رزقك، ينقص عقلك حتى، ينقص قوتك وصحتك، فتضطر أن تعود إليه. أحيانا بعض الناس لا يعود إلى الله إلا بمصيبة يصابها في ماله أو في ولده أو في صحته، صحيح؟ ما في، لا يعود، وهذا خير أيضا. لو تلمح الباطن يعلم أن هذا خير، لأن الله يريد أن يجذبه إليه. لم تأتي بالحسنى فتأتي بالعقاب، إذا تأتي بالشدة تاب عليك لكي تتوب، يسلط عليك الكنض والحصر والضيق، لم تستجب في أساليب أخرى. لكن إذا تركك هكذا، إذا احتقبت الذنوب واخترفت الآثام غير متورع ولا مكترث، ولم تشعر يعني إيه بشعور هكذا، يعني إيه يعني استثنائي من الضيق والحصر، عادي، والعياذ بالله، هذه علامة أنه أسقطك من إيه من نظر عنايته ووكلك إلى نفسك، مثل ما يفعل بالكفار. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، بتشوفوا ما شاء الله رايحين جايين وكذا وفسحوا رحلات ومبسوطين، يعني ما فيش إيش مشاكل، يعني هم كفار. قال متاع قليل، وقلنا متاع في الدرس السابق، مش طيب، هذه مش حياة طيبة، لا، في الأخير لو فتشتها أيضا هي حياة بائسة، لكن ظاهرها أنها إيش متعة حيوانية، انتبهوا كما حققناه في الدرس السابق، متعة حيوانية، هذه متعة ظاهرية جثمانية فقط. قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم والعياذ بالله. قال لا يغرنك، لا تغتر، فإياك أن تكون إيه أمثال هؤلاء. انتبه، إذا عندك جنوب الأمور ماشي مليح، خاف على حالك، أنت مستدرج، ممكور بك، أسقطك من نظره لا إله إلا هو. لكن المؤمن الذي يحبه الله تبارك وتعالى يعاقبه ويعتب عليه بأمثال هذه الأساليب، بالنكاد، بالضيق، مشكلة مع زوجته، مشكلة مع أبنائه، مشكلة في العمل، مشكلة في الدراسة، في الصحة، في المال، في أي شيء، فيعود إلى الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأنه إيش طبيبهم. الأوائل هو حبيبهم، أما هؤلاء فهو أيضا طبيبهم، يريد أن يداويهم.
روى الإمام الديلمي في مسند الفردوس رحمة الله تعالى عليه قال عليه الصلاة وأفضل السلام قال يقول الله تبارك وتعالى إذا أردت بعبدي خيرا إذا أردت بعبدي خيرا وأردت أن أقبضه إلى رحمتي ابتليته بكل سيئة عملها مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده أو إقتارا في رزقه حتى أبلغ منه مثاقيل الذر حساب عسير لأنه بحبك عز وجل هو لا قبل ما تموت بدنا نصفي الحساب عشان نكون صافيين كل شيء عملته بدنا نأخذ منك في الدنيا الآن مصيبة هذه في الأولاد في الزوجة في المال في الأهل في الصحة في السمعة في أي شيء مصائب تترى على الإنسان طبعا الذي يتلمح المعنى الحقيقي الباطني وعنده عبرة وعنده فكرة يفهم وبستكين وبضرع قال لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون لا المؤمن يتضرع مباشرة يفهم فهم الرسالة التي ألقيت إليه يفهم ويعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى قال حتى أبلغ منه مثاقيل الذر حتى إذا بقي عليه شيء لا لسه في عمل ذنوب كثير هذا شددت عليه سكرات الموت حتى يقدم علي وفي رواية يفضي إلي كيوم ولدته أمه يا سلام رحمة والله برضو الله أكبر يعني حتى هذه المصائب والعقوبات أيضا رحمة نعم رحمة ما حد رحمة مني من الرحمن الرحيم الشيء المخوف والمخيف لا أنك تفعل ما تفعل وحبلك على غريبك ولا تشعر بأي إيش بأي حساب بأي نقاش الحساب متروك هكذا هذا شيء مخيف جدا جدا بعض الغافلين يفرح بهذا يقول الحمد لله والله والله يعني ما لسنا لسنا على عبادة فلان بالعكس نقصر حتى وأنا أصلي كل الصلوات ويعني أحيانا نفطر في رمضان لكن الحمد لله ما شاء الله موفورون في أرزاقنا وأولادنا ولما موفور ما شاء الله مثل كفار يا مسكين لا تفرح علامة السوء والعياذ بالله من أسوأ ما يكون هذا هذا شيء مخيف هذا شيء مخيف ولذلك النبي عليه السلام حين جاءته امرأة تعرفون هذا الحديث حديث مشهور تعرض ابنتها عليه وامرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين يجوز له فقالت له هذه ابنتي يا رسول الله أريد إيش أن تتزوجها وهبتها لك فالنبي نظر فيها كذا صوب نظره فيها ثم سألها يعني عن هذه البنت بعض السؤال فأجابت ثم قالت يا رسول الله هي يعني ابنتي ولها عندي كذا وكذا سنة لم تحم ولم يصبها أذى ما شاء الله ولا مرة مرضات ولا قريب ولا زكام ولا حمى قال لا حاجة لي بها خذيها توكل الله ما بدنا شيء لا بدامك لا ليش طيب طبعا احنا الحين ما شاء الله علينا بالعقل المادي تبع بنفرح والله ما شاء الله ممتاز جينات كويسة يعني جينات ممتازة بيطلع أولاد طيبين ممتازين شو الغباء هذا ما في معناها مسلمة هذه قاعدة لها 20 سنة ولا شافت المرض معنى هذه الله لا يرد بها الخير أكيد عندها ذنوب مش نبية هذه صح وين طيب كيف الله حسبها هذه لا هذه معناها لا ما مش علامة خير على فكرة هذه مش علامة خير وبتلاقي أحيانا في بعض الكفار تلاقي كافر يقول لك أنا عمري 70 سنة ولا بعرف المرض يا هنيئا لك قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها والله ما في أحلى المرض للمؤمن صح المؤمن ولا في أحلى المرض على قلبه بصفيك تصفية سبحان الله حتى الروح تشف وترق لا إله إلا الله مظبوط المرض المرض والجوع والتعب وأحيانا إيش يعني الذل لله طبعا والمسكنة الجوع شوف أنت جرب املأ المعدة هذه وتعال صلي واخشع والله ما بتخشع هي يمين والله ما بتخشع ولا بتقدر تخشع صح كيف تخشع وبطنك مليان وتتجشع كل شوية معبي على كولا على بيبسي وبدك تخشع تخشع مستحيل يذهب الخشوع جملة واحدة الله قال هذا أين قاله قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إذا دبت لما تستغنى خلاص شبعان حتطغى ما فيش ما تشقاش الواردات الإلهية لكن لو إيش نص معدة سبحان الله وتشعر كأنك فقير مثل الفقراء جعان ومشتهي شيء وحاب تشرب وحاب تأكل لكن لا بتوفرها عشان قيام ليل القرآن وبتحس بمعاني لطيفة سبحان الله تدمع العين يرقي القلب بتحس حالك فقير فعلا وبتقول زي ما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير محتاج يا رب النعمة أنا فعلا ومحتاج وفعلا لولا أنه إيش أنعم علينا ما استطعنا أن نشبع بطوننا ولا نكسي إيش عالي أبداننا وكذا وتأتيك معاني طيبة جدا جدا لكن لابس وميكر ومتشارك ومش مستحيل كيف من وين يجي الخشوع هذا وبروح بعتمر قال إيش فندق 5 نجوم 4000 ريال في الليلة أي خشوع أي عمر يا أخي
وين يا عبد الله؟ وين رايح انت؟ طب ما تروح على مونت كارلو احسن لك، ولا على لاس فيغاس. رايح لقيت 4000 5000 والشعب الفلسطيني والعراقي والشيشاني والافغاني مش لاقيين ياكلوا. اليوم والله جاءنا تليفون والله العظيم من ارض فلسطين، شيء يبكي ابكانه والله العظيم. تقول اختي شقيقتي قالت والله يا اخي في ايه حواري كامله نعرفهم لا يجد احد فيهم ما ايه ما يعتدم به، خبز حافي ولا حاجه عندهم. قال فنصنع لهم نحن ونشاطرهم رزقنا، نعمل سندوتشات ونبعث لهم في رمضان. شيء محزن. والمسلمون ايه ما شاء الله في ترف وفي نعيم، لا يسأل بعضهم في بعض. لا وروح بعتمر قال بتفعل في الليله 5000 و10000 قال ايه في احسن مكان يطل على الحرم. الحرم من كبري ومن هذا الجهل بالدين، هذا جهل هذا بالدين. يا اخي تواضع كما تواضع محمد عليه السلام، كان يقول انما انا عبد، اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. تحقق بالعبوديه لله، بلاش هذه النفخه الفارغه هذه. والدنيا كلها رايحه، ما في متاع قليل. النبي مره ايه شاف فاطمه عليه السلام، بنت فاطمه، أبوها من؟ زوجها من؟ ابنها من؟ جبريل ربها عليه السلام، فاطمة. عقد. يعني جاء بالإمام علي من الغنائم عقدتها. فالنبي خطب ما بده ليش عقد هذا؟ قال له يعني حبيته يا أبتي. قال لها يا فاطمة أتحبين أن تكون يوم القيامة ممن يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ فبكت ونزعته، صدق به مباشرة. ما بدنا هالمظاهر والترف الفارغ هذا، لا، اعمل للآخرة دائما. تلمح دائما ايه الأخرى. فهذا اذا ايها الإخوة والأخوات، هذا معنى ايه الرب، وهذا معنى التربية. نحتاجه في كل صغير وكبير ايها الإخوة. بعض الناس يذل ويستعطف ويتطامن ويتخشع وينكسر امام من؟ امام بواب في وزارة، لانه بواب الوزير، هذا وزير الداخلية مهم، هذا الشرطة والاستخبارات والأمن كذا، وهذا بوابه فبذل له لأنه هذا متنفذ قيّن وبقدر يعمل شغلات يعني. طب كيف للوزير بذل أكثر؟ طيب طب إذا في إمكانية ذل أنت إلى الملك، ملك البلاد اللي مهيمن على شرقها وغربها وعلى كل مقدراتها، مش أحسن وأقصر الطريق طبعا؟ طيب كيف لما تذل رب العالمين، عاد رب الملك والوزير والبواب والخفير والأمير والكبير والصغير؟ ذل الله، توكل عليه وحده فهو يحسبك. قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. يا الله، من الرب هو كل شيء في يده، شو إيش بدي من الناس؟ أنا بتوكل عليه. لذلك روى عن سيدنا أبي بكر الصديق قدس الله سره أنه قال ما ندمت على شيء فاتني من الدنيا قط، ولا أي شيء ولا بهتم. لماذا؟ قال لأن حسبي الله، الله حسبك عنده كل شيء. أنا ليش أندم؟ اللي بروح اللي بيجي سيان عندي كله، سيان قال مثل بعضه يعني سيان. لأن حسبي الله، يعني لأن إيه حسبي الله. تصور هكذا. الآن لو تخيلنا هذا المثال البسيط أيها الإخوة والأخوات، طفل صغير يهرب من فار، من جرذ، من طفل إيه عنيف شقي مثلا غير مؤدب، من كلب يريد إيش أن يعضه، و يعدو هذا الطفل حتى إذا ما رأى إيش أباه اللي هو قبضي الحارة يعني فتوات، شاب قوي ما شاء الله، أبوه شاب قوي مفتول العضلات، يلقي مباشرة إيه بنفسه بين إيه بين يديه وفي حضنه. فإذا فعل شعر بماذا؟ بالأمان والطمأنينة والدفء، انتهى خلاص، لا بخاف لا من كلب ولا من عرسه ولا من صغير ولا من أي واحد. فلماذا لا نستسلم مثل هذا الاستسلام لرب العالمين، نلقي بأيدينا إيه بين يديه تبارك وتعالى، بأنفسنا عفوا بين يديه بالكامل. قال إذ قال له ربه أسلم. شو يعني أسلم؟ يعني قل لا إله إلا الله؟ لا، ما كلنا بنقولها. أسلم، سلم نفسك بالكامل لله هكذا من غير ما يكون لك أي خيار. صواب، أفن نفسك في 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 مرادي لا إله. إذ قال له ربه، هذا الخليل طبعا، واتخذ الله إيه إبراهيم خليلا. خليل يعني إيش؟ الذي تخلت محبته إيش مسالك إيه الروح والنفس، هذا هو خليل، شيء عجيب أكثر من محبة بكثير. فإذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا إبراهيم تسليم كامل. اذبح ابنك، راح أخذ سين بده يذبح ابنه. في النار أجا جبريل بكاله لا، قال له أما إليك فلا، أما إلي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ولا حتى من جبريل، قال له مين أنت؟ جبريل إيش هذا؟ وجبريل هذا 500 جناح، يعني بطب الأرض كلها بجناحك بدمرها كلها باللي فيها الأرض كل أرضية. وشو جبريل بدك؟ قال له أنت لا،
يا الله شو هذا إبراهيم، هذا شيخ الأنبياء أبو الأنبياء صلوات الله وتسليمته عليه. قال له أما إليك فلا، وأما إليه فعلمه بحالي يغنيه عن سؤال، مو عارف شايف وأنا مسلم حالي له اللي بده يسويه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول أحد الصحابة رأينا أعرابيا ذات يوم ورأينا من أمره العجب، الأعرابي جاء على دابة، عفوا على ناقة فارهة، ناقة ما شاء الله سمينة وعظيمة، فلم يعقلها بباب المسجد بل تركها مرسلة. في واحد زمان تعرف في سرقين في كذا، في إنسان بترك دابته هيك ناقته الفارهة، لا تركها هو ودخل يصلي. قالوا وجعل أي يحسن صلاته، ما شاء الله بصلي صلاة طويلة خشوعا من أحسن ما يكون. قال فتعجبنا، يعني الآن هي عجبان، العجب الأول كيف ترك هي الناقة الفارهة مرسلة وبعدين جاي تصلي ما شاء الله بهالخشوع هذا كله، ولا همك مش همه ليش هو جاي يطيع مين والحين رب العالمين. فخلاص حبيبي هو يؤدي أمانة الله، وعلى الله أن يؤدي إيش أمانته، ما هذا هو. فظل يصلي قال لك، وبعد إيه أن انتهى وختم وعقب الصلاة إحنا بنسلم وبنقوم نجري. شو هذا بنسلم على الموبايل مباشرة، يخرب بيت هالعبادة الجديدة، عبادة الموبايل كأنه أصبح عبادة، شيء جنوني. أصلي عقدة الموبايل هذا بصراحة، تعقدت من الناس حولي خاصة اللي دائما بتكلموا فيه، شو هذا يا أخي صلي مباشرة، شو هذا بزنس مان لدرجة أنت يعني مش عارفينها، قد أغنيات فاتوا تبرعات خلينا نسوي مركز إذا هالقد كلكم بزنس مان يعني. فالمهم النبي إيش قال عليه السلام؟ قال الصلاة مثنى مثنى، الصلاة مثنى مثنى ثم تشهد في ركعتين، يعني تتشهد ثم تشهد أي تتشهد ثم تشهد في ركعتين وتخضع وتخشع وتمسكن، أي تتمسكن وتمسكن وترفع يديك إلى السماء تقول إيه هكذا بهما إلى وجهك يا رب يا رب. قال هيك النبي هيك الذل والخضوع، فمن لم يفعل فهي خداج، إذا ما عملت شيء صلاتك ناقصة مثل الطفل خديج. قال هيك النبي الصلاة، تقوم تصلي في الليل تقوم الليل بتصلي ركعتين ركعتين وتشهد في رأس كل ركعتين، وبعدين إيش بتخشع وبتخضع وبتتمسكن، مش لا تخضع فعلا، أشعر نفسك إيه المربوبية العبودية وشوف، وبعدين إيش حاول أن تستحضر كل حاجاتك، والله كلك حاجة والله العظيم. الفقر وصف ذات لي لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي، الشاعر يقول. طبعا فإحنا الفقر وصفنا الذاتي هو الفقر، في كل شيء نحن مفتقرون كما كنا نقول دائما صح، والله لو انقطع مدد الله عنك لحيضة واحدة مدد مثلا ايش عن عقلك وحلمك ايش بيصير فيك؟ توجن مباشر خلص توجن، مش ممكن ابو فلان هذا اللي كان نعم انجن يا سيدي. ونحن راينا من بعض اخواننا حتى في هذه البلاد، والله راينا من كنا نضرب به المثل في حلمه ورصانته ورزنته، والله جن في سويعة. ايش رايكم اخواننا هين في فيينا في سويعة شيء لا يصدق، كان معك راح اتحرك رجع مجنون، لا اله الا الله ايش هذا. طبعا تفسير المادي يقول لك ايه جينات شيزوفرينيا في مخ ضربه، يا اخي كله باسباب، طيب ما هي كلها بتعمل بامر الله، ما في شيء اسمه جين ومش جين الا افعل ايه بامر الله. قال ما من دابه الا هو اخذ ايه بناصيتها، ان ربي برضو الرب هي الرب معناه لانه الرب هو، ان ربي على صراط مستقيم، ما في شيء يتحرك ولا يسكن ولا يفعل الا بامر الله، الله على صراط مستقيم مهيمن على الوجود كله لا اله الا هو، وهذا معنى الرب، هذا معنى ايه الربوبيه، وهكذا القلب كذا اي شيء فيك. المهم فقال هذا، وبعدين ترفع يديك هكذا وتجعل ايه بطونهما ايه الى وجهك هكذا وتقول يا رب يا رب، وانت متمسكن متخضم مفتخر لله تبارك وتعالى، بدل ما تتعلم التمسك للناس وتيجي وكذا ما تتمسك لحد، ما تسال احد والله العظيم ما تسال، تعود قول لا بس كيف اسباب، خليك اقوى من الاسباب شويه، لا تكون عبد الاسباب، كن ايه عبد مسبب الاسباب، ما تسألوش ما تسألنيش ما تسألهاش، اسكت بس اصبر خليك مع الله، قل يا رب انت عارف واحفظ لي ما وجهي بيحفظ لك اياه، بس بدي امتحنك يوم يومين شهر شهرين بتشوف، بعدين بعطيك بورجيك كيف اياته عز وجل، تستغني استغني بالله تبارك وتعالى، ما تستغني باي شيء اخر، واعتز بالله يدم لك العز، يدم لك ايه العز والغنى. ورحمة الله على الشاعر الذي قال ابيات عجيبة ذكرتها مرة في خطبة وفي خطبتين، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول إيه في الشاعر اللهم صل على سيدنا محمد، يقول تقريبا جعلت إلى رب الأنام مآربي، وجهت إلى رب الأنام مآربي،
لأجعلت إلى رب الأنام مآربي ووجهت وجهي نحوه ومطالبي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في النوائب إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب فما زال يلين الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي الله أكبر فلم ألف حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب سأسأله حاجتي إن يمينه سحى باللها والرغائب ثم يقول في آخر بيت تقريبا فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام المصائب الله كلام عجيب سبحان الله له أنا موقن أن هذا الشاعر رضوان الله عليه فعلا كان يتكلم من ذوب فؤاده ومن تجربة روحية عميقة جدا جدا ما في شاعر تبع كلام يستطيع أن يقول هذا الكلام شيء عجيب قال لك هذا هو ربي سأنزل به كل حاجتي سأنزلها بالله وهو سيعطيني وهو كريم وهو القائل لا إله إلا هو كما تعلمون قال لأحد أنبيائه ممن كانوا في الأمم السابقة أن يا فلان أدرك لي لطيف الفطرة وخفي اللطف فإني أحب هذا من عبادي شيء عجيب كلام عجيب هذا حديث سبحان الله مروي عند الشيعة وعند السنة هذا الأثر موجود عند الطائفتين فقال يا رب وما هو لطيف اللطف قال لطيف اللطف إذا وقعت عليك ذبابة أن تعلم أني أنا أوقعتها فسلني أرفعها كله من عندي أي ابتلاء أي وجع أي مصيبة أي نقص كله من عندي ما تروحش للناس وكذا كذا وأنا زعجته وهو انتقم مني ما بقدرش أعمل حاجة هو اسأل الله تبارك وتعالى بيكشف عنك هذا الشيء حتى ذبابة قال وما خفي اللطف قال خفي اللطف إذا أتتك حبة الحبة سدس الدرهم شوف الدرهم واحد على 15 من الدينار أو أقل في بعض الأوقات الإسلامية المهم لكن آخر ما استقر عليه واحد على 15 كان ولسه الحبة هذه واحد على 6 من الدرهم فشوف عاد واحد على 6 ضرب 15 هذا بيكون إيش من الدينار يعني شيء عجيب ولا شيء قليلة جدا الحبة هذه قالوا إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها وسقتها إليك فاشكرني ما تنساش ما عمرك ما تقول من عندي بفضله هو أعطاني هو كريم هو كويس هو صحيح بس كل هذا مجاز هو كله مجاز مين اللي حركه والله مرات بكون في واحد كريم هو كويس ومن أغنى ما يكون والله ما بصلك منه حتى عشر حبة الله بيقول لا ما تعطوهوش مش هيعطيك صح ما فيش أمر إله ما فيش إذن مش هيعطيك لا تقبل رجلي مش هيعطيك صح وأحيانا بصير العكس سبحان الله حدثنا أحد الإخوة هنا أخ والله يعني سبحان الله الله هداه في آخر سنوات وإن شاء الله يكون من أهل الصدق بإذن الله يعني التزم الرجل ما عندوش أي مصلحة في الالتزام التزم لله الحمد لله ولا هو في حزب ولا في جهة ولا في حركة ولا في جمعية ولا في جماعة ملتزم لله وبصلي ما شاء الله محافظ على دينه شغلة غريبة قال كان علي مبلغ كبير من المال دين أنا نسيت كديش قال المهم مبلغ باليوروات يعني كبير مبلغ كبير مش أي كلام دين وقال قل سبحان الله وطبعا جاء إيش يعني صاحبه ويطالب به قلت يا رب كيف يعني وما عندي قال فأنا ما عنده مسكين فقلت يا رب يعني إيش لا تكسفني ولا تكسر لي خاطري أمام هذا الرجل وأنت دبر يا أمر ما أنت شايف كيف ما عنديش مش عارف إيش صار قال سبحان الله قال في رجل فاسق خمرجي سكرجي تبع بتسرية أو عنده ملايين قال مشهور بأنه من أصحاب ملايين لكن بخيل بخيل جدا لا يمكن يعني يده أن تبض إيش بعطية معروف والعياذ بالله منه فاسق فاجر قال جاء هذا الفاسق الفاجر هكذا قال يا فلان تعال خذ هذا الكيس فيه كذا وكذا قال نفس المبلغ الذي أحتاجه الله أكبر قال أنا دوشت
وهو لا يعرف قصتي ولا يعرف أحد قال أصلا، ولم أتكلم يعني بهذا الكلام أمامه أصلا، وليس له دعوة في هذا الشيء، وليس له يعني أي دخل كما يقال. فخذته لماذا؟ قال لا هكذا، خذ هذا المبلغ خلي عندك سنة سنتين ثلاثة تصرف به، ثم بعد ذلك إذا تيسر تعيده إلي. الله أكبر. قال شفتوا كيف ربنا عز وجل هذا؟ وشوف ربنا هذا ما في واحد سوبرجي خمرجي فاسق ولا تبع صدقات ولا تبع إحسانات ولا عنده أخلاق أصلا. ربنا هيك حرك وهو معطي بده يعطي، ما في كلام، ما في ربنا بده غصب عنه، شفت؟ لكن بده اعتماد على الله فعلا. اطرق باب الله، ما اطرق باب الناس، طرق باب الناس الله إيش يأكلك إليهم. روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال سمعت وهبا يقول رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين قال فيما أنزل الله تبارك وتعالى في الكتب السابقة، يقول الله تبارك وتعالى ما اعتصم بي أحد من خلقي أعلم ذلك مخلصا من قلبه، ثم كادته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن. يقول لك انتبه، في مخابرات بكتبوا تقارير مش عارف، بلا مخابرات بلا تقارير، احنا مع الله لما نكون رجال لا ما يهمناش، الدنيا كلها بدمناش، ولا امريكا ولا روسيا ولا اسرائيل ولا مخابرات ولا يهمنا شيء، في رب مهيمن على الكل، ما من دابه قال الا هو اخذ، واول دابه بوش هذول زي وما ياخذ الله بنصته من غصب عنه وعن اللي خلفه، ما بنخافش صح. هو هذا هيك المؤمن لازم العقيده هذه ابدا، تصرف صح انت بحسب دينك وما تخافش بعدين، بس مش تخبص وتنسب للدين وتقول لي بعدين الله بده ينصرني، لا يا حبيبي الله بده يخرب بيت الاسلام بيك زي ما بيفعل بعض المجانين ما هذه بقول لك عقيده، عقيده ايش؟ افهم صح في الاول. المهم فقال ايش؟ ثم كادته السماوات السبع ومن فيهن والاراضون السبع ومن فيهن الا جعلت له من بين ذلك مخرجا. بده ايدك وبده عزك، والله الكون كله ما يستطيع ان يكيدك اقسم بالله ولا يخرج ابدا الا اذا شاء الله، اذا كتب لك في الاخير هذا شيء ثاني. وعزتي وجلالي ما اعتصم احد من خلقي بغيري، ما اعتصم احد من خلقي بغيري اعلم ذلك منه، عارف انه الحكايه فعلا يعني شبه مشرك الزلمه، مش شرط الشرك الاكبر هذا، لكن شرك القلب هذا معتمد على غيره، جعل كل اعتماده على البشر وعلى الناس يا اخي. وهذا الاعتماد الذي يجعل الانسان وحيله ذليلا منكسرا صح، بلا قيمه بلا حياء بلا احترام لذاتيته وشخصيته. للاسف يتكفف الناس هكذا، يبدو الماء وجهي عند هذا وعند هذا، للاسف ليش هذا. طيب قال الا اسخت الارض، وفي روايه خسفت الارض من تحت قدمي وقطعت اسباب السماوات من بين يدي ثم تركته في الهواء ووكلت الى نفسه. يا ساتر ما في بدمرك الله يقول لك اعتمدت عليهم، طيب تفضل عاد مش هفتح لك ولا طريق، عاد هدمرك من فوق ومن تحت وحسيبك في الهواء هيك معلق روح. يقول تبارك وتعالى يدي سحى ملأ لعبادي بالليل والنهار، أعطي عبدي قبل أن يسألني وأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه، من غير ما تسأله، قبل ما تسأله هو بعرف إيش يعني ماذا يصلحك وماذا لا يصلحك، ويعطيك هذا الذي يصلحك قبل أن تسأله. لا إله إلا الله، شوف قبل أن تسأله يغنيك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أعظموا الاعتماد عليه فأحسبهم وكفاهم وأغناهم ووقاهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.